استاذه امال، احنا بقى لنا قد ايه عاملين النور والامل؟ الاوركسترا اول مره البنات عملوا حفله بره مقر الجمعيه، كان سنه 71 في دار الاوبرا القديمه في القاهره. دار الاوبرا القديمه بتاعت زمان اللي كانت في ميدان الاوبرا. ايوه ما شاء الله. دي بدل ما يبنوها من اول وجديد خلوها جراج. كانوا شطار ما شاء الله. فكانت اول حفله، واول حفله يعملوها ما شاء الله يعني كان في دار اوبرا. طبعا كناش عارفين ان بعد كده هنزور اوبرات العالم واكبر واشهر مسارح في العالم. ما كانش حد يتصور ده، ما كناش نحلم حتى ان يعني ده هيحصل. يعني احنا كده بنتكلم في 51 سنه. واحد وخمسين سنة. اكبر مني باربع سنين. كان وقتها الاوركسترا مكون من 15 عازفه كفيفه. اوكي. النهارده ما شاء الله عندنا ثلاثة اوركسترا. الاوركسترا الاول سنهم من 13 سنة ل 55، 53 عازفة. الأوركسترا الثاني من 13 سنة ل 30 سنة 32 عازفة. البراعم بقى من 10 سنين ل 15 سنة بيتعلموا دلوقتي أوركسترا البراعم. فما شاء الله يعني في 50 سنة يعني معهد موسيقى الأوركسترا، معهد الموسيقى يعني عمل حاجات كتير، والبنات يعني جد بيدوا مجهود جامد جدا من وقتهم ومن صحتهم ومن عافيتهم إنهم يوصلوا للعالمية. وهم وصلوا فعلا للعالمية، دي حاجة تفرحنا جدا.